انا باش نتكلم على الطعن، انا شوف انا دائما انا ماشي راي، ماشي شخص اللي كيحب الكراسي وكيبغي الرئاسه. انا اليوم الا جيت نادي الرجاء الرياضي جيت باش نوضعه في السكه الصحيحه ونحيدو من الازمه. الا كاين شخص اخر، شخص اخر اللي قادر ماديا انه يوضع الفريق في السكه ديالو، استطاع انه يحل المشاكل الماديه ويستطيع يكون عنده برنامج 4 سنوات، استطاع يحل المشاكل اللي كاينه عند النادي عده اشياء، مرحبا به، ما عندناش اشكال. انا كنقول لك الا كان هذا الشخص خارج نادي الرجاء الرياضي انا اول واحد نمشي معاه، ما عندناش اشكال. ولكن عوض ما اننا نتكلموا بان واش قانوني واش ماشي قانوني، انا حتى شي واحد باغي اولا باغي يحيد لي التراجعات ديالي، ثانيا انا مخلص واجب الانخراط بوثيقه بنكيه من بعد نقدر نعطيها لكم، وتوصلت بالدعوه للحضور الجمع العام. انا باش انا كندير اللي عليا كرجاوي كانسان وكبيضاوي، كيبقى الكلمه للمنخرطين والمكتب المسير، وكيبقى الكلمه للرؤساء السابقين اللي هما حتى هما كيتحملوا المسؤوليه في هذا الشيء اللي واقع.